السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. نشوف الآن هذه المباريات مع الأخ والزميل والصديق إكزيت. إلى الآن متعادلين، منا ومنا مضروبين. هجمة بالجذع، مشكلة. عطونا تجميد، رحنا فيها يا صديق. هنا الآن على الله ثم على هذه الهجمة. كويس، المنطاد نادرا ما يخذلك. شوفوا كيف الخصوم اثنين ميجا نايت يا ناس، يعني لازم ننام دولار. ثم البيكا بهذه المباراة رح نوضي حتى الأسهم. تحية للأسهم، تحية خاصة للأسهم والقاطعة والله فنانة صراحة. لما يكون الإكسير قليل للخصم ما يقدر يحط دفاعات جامدة تكون لها تأثير جدا ممتاز لما تحطها بالوقت المناسب، لحظات ما عنده هياكل ولا يقدر يحط البيكة. طبعا هنا تكون القاطعة حلوة. أفكر أطور القاطعة أنا. هذول الخصوم توقعت إنه إيراني لكن طلع سوري. يلا الحمد لله، فوز ممتاز، فوز معتبر جدا. 2-1 قلبنا النتيجة، ريمونتادا و ما شاء الله فنان الأخ إكزيت، يعرف متى يحط البطاقة المناسبة بالوقت المناسب وكيف يحط بطاقة تساند البطاقة اللي أنا أحطها. شوف الآن أنا قلت له بحط الفيكا، فهمني حط الساحر أساس نصد الميجا نايت قبل ما يقرب للقلعة. الحين قلت بتكون هجمة حلوة للمنطاد. الآن فرصة، كيف الأسهم تنقذ. كانوا بيهجمون هجمة طيور مع غضب، ما راح يوقف الفيلم. فيلم بطيش. اوه الله يستر، بس هذول بيزعجونا الحين، بيزعجونا. زميلي حط الساحر بدري، هذه من الاخطاء اللي يسويها إكزيت. بيزعجونا الحين. حلو 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 حلو، لازم نوقف الخنزير قبل ما نحط التجميد. الله، هذا الصين الوسخ يستاهل ضحكة، يستاهل ضحكة. جالسين نتمانح معاهم كل المباراة نسوين، ما ردوا علينا. يستاهل واحد يضحك عليهم. الصينيين بالعادة أمثال وزي الآلات. كويس انك تستفزهم. نشوف الان هذه المباراة. بتكون صعبة. بتكون صعبة. كلب حمام. متنينين. ذا ناوين ذا. الله يعين، بس لازم تنين النار يتدخل. كيلا المفروض إكزيت رامي كرة النار على هذا. المفروض انه معطيه كرة نار على الساحر ومخلصنا.
هنا حلو، هجمة حلوة في المنطاد وبالعملاق الملكي، شيء ممتاز شيء ممتاز. الساحل كهرب مات، لازم ننزح معهم شوي، شكلهم ظريفين. مفروض هنا اكزت، رامي كرة النار على لا يا اكزت، لا يا اكزت، مفروض راميها على الأرض الطائرة. ما ادري هل هو طيب او لا اللي على يسار. او عشان انا اضحك نضحك هو. نشوف الان المباراة اللي بعدها، مباريات حلوة ما شاء الله، انتصار وراء انتصار صراحة. من افضل الفرق اللي لعبتها انا. الاخ نكزت ما شاء الله شخص واعي، تشكيلته حلوة، عملاق الملكي رهيب ويعرف متى يلعب البطاقات. لكن الان غلط غلطة، حط الأمير الظلام على قال على أساس بيصد الساحرة، بس أنا كنت مجهز لها الفالكري، كنت مجهز لها الفالكري، ما يحتاج سوي لي بطولة يعني بحط أمير الظلام عليها. كنا بنحتاجه هجوميا. الآن البيكا، هجمة بالبيكا، هنا بعد غلط 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 اكزت، يعرف معهم برق هو غلط، المفروض ما يحط الساحر مع السياف كذا، يضربونهم مع بعض زي ما سوته. تصدي حلو، تصدي حلو بتنين النار. هنا الآن لازم نوقف الهجمة ذي، صراحة كله شغل عليه. البيكا بالفرن بالتصدي ممتازين، يستاهلون يضحكون عليهم، يستاهلون واحد يضحك عليهم. احسنت والله يا اكزت، احسنت 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 صراحة، مع انه خبط ذي مباراة يعني. هنا حلو نحط الفرن، حلو تصدي حلو هنا مشكلة مشكلة تنين النار مشكلة. لا هذا الخصم، هذا الخصم شكله إيراني جمشيد، إيرانيين يحبون البيكا حب، ويحبون يلعبون ميجنايت ويحبون التنين النار. هذا ميجنايت شكلهم تبع الإيراني. يلا التجميد بعد، حركات وسخة، حركات الإيرانيين هذه. حلو 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 حلو، كفو يا اكزت، كفو يا اكزت. انا الان خايف من تنين البيكا، كويس انهانا تنين النار. يبدو لي زميل واحد منهم طلع، فقد الامل. فرصة نضحك عليهم الحين، رجع الثاني. فرصة نطقطق عليهم، واحد يفوز على إيراني زي كذا جلد. هذا ياباني وهذا إيراني أظن. الحمد لله